وهلا حديث البلد مع عمار حوري. دكتور اهلا وسهلا فيك بحديث البلد، دائما ضيف هيك خفيف الظل ومهضوم وخفيف الجانب، ودائما بنستفيد من خبرتك. انت نائب عن بيروت بكتله تيار المستقبل، بسمتك الدايمه بتوحي انك من الحمائم، بس مواقفك الحاسمه بتقول انك من الصقور. تعلمت ان الابتسامه لا تكلف شيئا لكنها تعني الكثير. عمار حوري، واقع عرسال وجرودة اليوم شاغل البلد، والخوف كبير من تسلل الفتنة المذهبية من بوابة البقاع. نعم. شو المخرج برأيك لمواجهة الإرهابيين المتواجدين بالجرود من دون خلق أي انعكاس سلبي على سلامة المواطنين؟ خلينا نحكي هالموضوع من زاويتين. نعم. الزاوية الأولى مجلس الوزراء. نعم. ومنذ فترة طويلة، يمكن نحن بين تسجيل هالحلقة وبين إذاعتها بجوز يكون في شوية إضافات على اللي حنقوله هلا، ولكن مجلس الوزراء من فترة طويلة. أنا بس بدي أقول شغلة، إنه نحن عم نسجل هالحلقة الحكيم عم بيزور العماد بالرابي. صحيح صحيح. نعم. الله يديم الوفق بين كل الناس. فمن فترات طويلة مجلس الوزراء اللبناني كلف الجيش اللبناني البطل اللي بنوجه له تحية للجيش اللبناني. أكيد تحية كبيرة. كلفوا بهذه الأمور وبغيرها، وبالتالي نحن مش خبراء عسكريين، مش كل واحد بده يجي ينظر على الجيش اللبناني شو يعمل وشو يساوي. الجيش اللبناني بيعرف تماما شو لازم يعمل. هاي نقطة. طب هلا هالخبرية بدي اسمع هالغنية وارجع اسمع النقطة الثانية. نعم. تسلم يا عسكر لبنان يا حامد ثقلال، عالج فينك بالميدان وعالي عرس جبالنا. تسلم يا عسكر لبنان يا تحية للجيش اللبناني، وبنترحم على الصبوحة. صح. اللي هي فعلا رمز من رموز الأيام الجميلة تاعت لبنان. صح. والبسمة طبعا. والبسمة. طبعا أكيد. صحيح. أكيد. لكن قلنا أول شيء ما بدنا ننظر على الجيش شو بده يعني. الجيش بيعرف شغله تماما. صح. اثنين، اليوم أهل البقاع أهل الشرف والكرامة والعز والعنفوان. تحية كبيرة. ايه. صح. ولكن أهل العرسال بالذات عم يتعرضوا لظلامة ولا يعني اتهامات باطلة. بعتقد لازم نفرق تماما ما بين الإرهابيين اللي هن مش أكيد مش بمدينة عرسال، وبين مدينة عرسال اللي عم بيحاولوا يمكن يتسللوا على عرسال. بين مدينة عرسال وأهلها اللي بعتبرها أنا هالمدينة هاي هي عاصمة الشرف وعاصمة البطولة، مثل كل مدن البقاع اللي منوجه لهم تحية. واللي حظها السيء هو موقعها، يعني موقعها حظ يعني حظهم سيء هالاهل هالبلده ربما بهالجانب، ولكن من جانب ثاني لازم كتار يقلعوا عن اطلاق الاتهامات هيك بعازي وبلا عازي، وينقال انه يعني هالمنطقه وكانها هي يعني مركز. هذا جهل. هذا جهل وحرام ينحكى على اهل هالمنطقه هول هالشرفاء، هن وكل جيرانهم، يعني هن عندهم افضل العلاقات بينهم وبين كل اخوانهم وجيرانهم بالمنطقه. هيك كانت العلاقات وهيك حتستمر مثل كل لبنان. والدليل انه كل حرب الاهليه ما سمعنا شيء يعني. صحيح. صار. صحيح. فوق يعني انه فمنوجه تحيه لكل اهل البقاع، منوجه تحيه لاهلنا بعرسال ببعلبك بالهرمل وبكل هذه المناطق. صح. عمار حوري، اختيارك طب الأسنان ما منعك من كتابة الشعر وتحقيق بطولات بالشطرنج والاهتمام بالقضايا الوطنية وتذوق الفنون على أنواعها. فينا اليوم بزمن العنف، بزمن التهديدات، بزمن التكفير، نسمع لنا هيك شيء قصيدة غزل منك؟ حقول قصيدة غزل بس ببيروت. طيب بيروت ست الدنيا، ست الستات، ما فينا نقول لا. هاي القطعة كتبتها خلال الحرب الأهلية اللبنانية، ويوما اعتقدنا، طبعا اعتقدنا مخطئين، انه لبنان انتهى، لأن لبنان مثل طائرة فينيق، كل مرة بنحسه ضعف ولكن بيرجع بينتفض وبيطلع. صح. فكتبتها بهاللحظات هاي، قلت فيها يا عقد عقيق أو يا قوت
يا قلب فؤادي يا بيروت، الله، إن كان النأي يباعدني فبمهد ترابك سوف أموت. عمر طويل. بيروت إذا حم العالم أمسيت به لغما موقوت، والموت بأرضك إحياء، فترابك يشبعني كالقوت، وإذا ما راقبت فؤادي لرأيت به اسمك منحوت، فبأرضك قد أثمر حبي، يا حب الأول يا بيروت. الله الله. وكانت بتجنن أكثر وأكثر لو كان في أقل شوي كم أزعر وكم مع. صحيح. عمار حوري ما قبلت تتغزل بالمرأة، بقى بس ما رح تهرب منه. نعم. لأنه الانترفيو كله اللي جاي عن المرأة. نعم. شو؟ نايح معك ولا بتفضل كنت تحكي بالسياسة؟ لا ما في مشكلة. ما في مشكلة. ما في مشكلة. أنت شاعر. طبعاً. بالنهاية. طبعاً. عمار حوري وانترفيو المرأة. عمار حوري، فيك تعيش بلا المرأة؟ أكيد لا، ما حدا في يعيش بلا المرأة، لا الوالدة ولا الزوجة ولا الحبيبة، حتما لا. شو أول شيء بتطلع فيه بالمرأة؟ الوش طبعا. وبعد الوش ما تستحي قول. بعد الوش الشخصية. شو أسوأ شيء بالمرأة؟ عصبيتها. إيه. لما أحيانا المرأة بتعصب بتكون يعني مش هينة. أعطينا ثلاث كلمات بتوصف المرأة. الجمال، النعمة، والشريك. الشريك هي نعمة بتعتبرها؟ إيه طبعا. سمعت نعيم. لما عم نقول النعمة تبدأ من الوالدة. صح. وبقية العائلة. بس صح. الوالدة هي بس أنا بدنا نجوزه ما عم برد. يلا عم الله كريم. هي نعمة. الله كريم. كريستين تعرفت عليها؟ إيه. شو رأيك فيها هالصبية الحلوة؟ صبية حلوة وصبية هيك هادئة ما بيطلع على حس، ما بيطلع صوته يا ايه. حديت هلا بعد ما سمعنا صوت على البلاتو تحت البلاتو مرة قلت لها مرحبا اهلا مشان هيك ما بخلوها تحكي، هيك عم بتفخر لنا فيها لكريستين قد هي نعمة. بتحديها هلا تحكي، يلا هلا اسمعوا صوتها. هلا رح قلها تقرب من الميكرو وتحكي. كريستين شو مكتوب على كارتك؟ بين إليسا، هيفا ونانسي، اختر فنانتك المفضلة وأدي إحدى أغنياتها. أيوة. هلأ للأسف ما عندي موهبة الصوت، فالجزء الثاني أشكر يعني أشكر لك. إيه. هلا يمكن يعني بين اليسا وهيفا ونانسي. اليسا سمعنا شيء عن جد سمعنا. يا ريت ما زالك ما قادر تغني لاليسا، وجه لها كلمه لاليسا. ليش بتحب صوتها واغانيها؟ شو اللي بتحب بصوتها؟ اولا بحسها يعني بتشتغل على اغانيها بشكل مش استعجال، يعني بتتأنى. ايه بتتأنى. اثنين بتختار ألحان تتواءم مع صوتها. صح. ايه فهي يعني في حرفية بشغلها، فمشان هيك يعني سميتها لها. كمان إليسا بحترم جرأتها بمواقفها السياسية. عندها موقف سياسي واضح وبتعلنه يعني. نعم. للكل. من وحي إليسا رح نختم هالانترفيو على هالغنية. يا مرايتي من كم سنه